أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدين انتهاكات ميليشيات الحوثي وتؤكد دعم مساعي إحلال السلام في اليمن. بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله. المكلا تشهد تدشين البازار الأول لملتقى سيدات أعمال حضرموت. شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن 59 الذي انطلقت أعماله اليوم. وعلى هامش المؤتمر سيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعدد من القادة والفعاليات، كما سيتحدث في جلسة حوارية رئيسية حول مستجدات الشأن الوطني والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم. أدان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انتهاكات ميليشيات الحوثي. أكد السفراء في بيان مشترك استمرارهم في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن والجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن. بيان صادر عن كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أكدوا فيه إدانتهم لهجمات ميليشيات الحوثي على البنى التحتية اليمنية. جاء ذلك خلال اجتماع سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا المعتمدين لدى اليمن لمناقشة الشؤون ذات الأهمية في اليمن، وخصوصا الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان نحو حل سلمي عبر المناقشات مع الحوثيين، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غودنبرغ والحكومة اليمنية. وطالب السفراء ميليشيات الحوثي بالتوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البنى التحتية المدنية، مشددين على الالتزام بحل سياسي شامل للصراع في اليمن. وبحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية في اليمن، فإن السفراء سيستمرون في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن من خلال تبنيهم للإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني، وسيعملون مع المجتمع الدولي الموسع وذلك لحشد الدعم لليمن، إذ أن الدعم الاقتصادي العاجل ضروري لمنع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي. وأعرب السفراء الثلاثة عن قلقهم نتيجة الوضع الإنساني الخطير، حيث أن 17 مليونا من اليمنيين الأكثر ضعفا سيحتاجون للمساعدة خلال عام 2023. وطالب السفراء جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات، إذ أن العوائق والتدخلات وعدم توافر الأمن يستمر في الحد من عمليات تقدم المساعدة، مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتمة لليمنيين الأكثر ضعفا. وفي هذا الإطار، فإن القيود التي فرضت على النساء وخصوصا التي يعملن في المجال الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يجب إزالتها، لأنها تعرض عملية الاستجابة الإنسانية للخطر. ويؤكد السفراء الثلاثة على التزامهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، ويعبرون عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والحكومة اليمنية، كما يدعمون الجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد. كما يطلب السفراء من الحوثيين تقديم مصلحة الشعب اليمني والانخراط في البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام. لمناقشة هذا الموضوع أكثر انضم إلينا أوسان بن سدة، وهو محلل سياسي من بريطانيا. أستاذ أوسان، أهلا وسهلا بك معنا في قناة الغد المشرق. في البداية، قراءتك لهذا البيان من قبل سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والذي دعا إلى إدانة الميليشيات الحوثية وانتهاكاتهم بحق المدنيين وإلى آخره، برأيك هذه الإدانة في هذا التوقيت بالتحديد كيف تعلق عليها؟ طبعا اللقاء هذا اللي هو لقاء معتاد لسفراء الدول الثلاث، وكان سنويا يعقد ايضا باضافه الى روسيا والصين، ولكن للظروف الدوليه اعتقد انه استثنى الدولتين.
اللقاء يعني لم يأتي بجديد، وفي كثير من التناقض بينما هذه الدول وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على المملكة العربية السعودية وعلى الإقليم أن يقدم التنازلات للحوثي، نراها أنها في بنفس الصدد تحاول أن تسوق بأنها تضغط أيضا على جماعة الحوثيين أو أنها تحاول إدانة الحوثيين في قضايا أخرى. الموقف يعني منذ أتت يعني سياسة الولايات المتحدة، منذ أتت الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة بايدن، وحقيقة هو فيه كثير من التنازلات والتسهيلات لجماعة الحوثيين التي أعطتهم مزيد من الغطرسة ومزيد من التعنت. طيب، يعني مثل هذه البيانات يعني هي بالأخص تخص الولايات المتحدة، وإن كانت بريطانيا موجودة وفرنسا، ولكن الولايات المتحدة هي الطرف الأكثر ضغطا على دول الإقليم للذهاب لتقديم تنازلات لجماعة الحوثيين. وأيضا حقيقة يعني ما نراه من المبعوث الأمريكي وأيضا السياسات الأمريكية التي لم تتخذ سياسات واضحة تجاه الحوثيين. طيب، أو تجاه أوسان، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا وهي التناقض من قبل الإدارة الأمريكية. يعني الإدارة الأمريكية منذ يعني منذ انتخاب بايدن، وكان في يعني في حملة الانتخابية والذي قدم لليمن مبعوث وهو تيموثي ليندر كينغ، خلال هذه الفترة من الإدارة الأمريكية الجديدة، برأيك ماذا قدمت الولايات المتحدة في الشأن اليمني أو في القضية اليمنية أو إحلال السلام في اليمن؟ وركز كثير في هذا البيان، ركزوا كثير على موضوع الجانب الإنساني، ولا الولايات المتحدة ولا حتى الدول التي كانت معها في نفس الاجتماع فرنسا وبريطانيا لم تقدم الشيء الكافي للأزمة الإنسانية الموجودة في اليمن. وكذلك السياسات التي انتهجتها الإدارة الديمقراطية حقيقة مخيبة للآمال. يعني كانت من ناحية إنهم تعاملوا وتراحوا مع الحوثيين منذ أن تم إخراج الحوثيين من قائمة الإرهاب التي وضعتها إدارة الجمهورية السابقة، حتى التعامل التراخي مع الحوثيين في كثير من القضايا التي أعطت للحوثيين مساحة بأن يعني يبدو موقفا متشدد ومتصلب تجاه عملية السلام، وأيضا الدفع بدول الإقليم أن تقدم التنازلات. يعني التنازلات التي رأيناها لما يجري الآن في ميناء الحديدة أو في التسهيلات في مطار صنعاء وكثير من التسهيلات الاقتصادية التي يعني أخذها أو انتزعها الحوثيين من مباحثات السلام المباشرة مع المملكة العربية السعودية أو كانت عبر المندوب الأممي والمندوب الأمريكي، هي جاءت نتيجة لضغط الولايات المتحدة المباشر على المملكة العربية السعودية. وما نتج عنه هو هذا الذي يجري. يعني الدعم الذي تلوه في البيان لمجلس القيادة الرئاسي في الجانب الإنساني لم يكن موجود، لم نلمس في الأرض أي دعم أمريكي أو بريطاني للجهود الإنسانية في اليمن. الموجود هو فقط عملية يعني شرعنة الحوثي وإبقاء كقوة مهيمنة في الشمال وفي الجنوب، هذا الذي يجب. طيب أوسان، يعني لو تحدثنا عن هذه الإدانات، المواطن اليمني شبع من الإدانات من قبل الأمم المتحدة والسفراء وما إلى آخره، برأيك مجلس القيادة الرئاسي ما الذي يجب القيام به، أو ما هي الضغوط التي يجب أن يقوم بها على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما إلى ذلك في الضغط عليهم يعني لإذعان الميليشيات الحوثية كي تأتي وتجلس على طاولة المفاوضات وتكف عن رفع سقف مطالبها التي دائما ما تطالب من حين إلى آخر، وترفع هذه المطالب وقد تكون تعجيزية في كثير من الأحيان؟ أعتقد أن أنا أختلف مع كثير الذين يعولون على المجلس القيادي الرئاسي. المجلس القيادي الرئاسي هو كان أيضا جزء من معادلة سياسية دولية خصوصا في الجنوب، أتى لأحل محل المجلس القيادي من مجلس الانتقالي الجنوبي وإذابة المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته، ومن ثم يعني التعنت الذي أظهر المجلس
الانتقال الجنوبي تجاه أي مفاوضات مع الحوثيين، فلذلك أوتي بمجلس القيادة الرئاسي الذي لم يقدم شيء على الأرض، لم يحلل الأمور، بل زادها تعقيدا يعني منذ أبريل الماضي، ونحن نرى الأمور تزداد سوءا. فلا بالإمكان من أي دعم دولي أو دعم إقليمي لمجلس القيادة الرئاسي أن يحل الأزمة أو المشكلة، لأن مجلس القيادة الرئاسي أتى لي حقيقة لي مثل ما أتى العنوان في بداية يعني القرار بتعيين المجلس القيادة الرئاسي بأن يذهب إلى التسوية مع الحوثيين، والتسوية هي جزء من التنازلات التي يرغم عليها المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، الأطراف الإقليمية للضغط على مجلس القيادة الرئاسي بأن يقدم التنازلات تلو الأخرى للحوثيين. احنا رأينا في موضوع الرواتب، في موضوع الموارد، في موضوع المواني، في موضوع كثير من الأمور الاقتصادية والسياسية قدمت فيها تنازلات، يعني الأطراف الجنوبية فقط، يعني المجلس الانتقالي الجنوبي وأيضا أبو زرع المحرمي والبحسني هم الذين وقفوا صد ولا زالوا يتصدون لمثل هذه هكذا تنازلات. فالذي نطلب نحن حقيقة أن يكون هناك توازن موجود على الأرض ممكن أن يدفع للحوثي أن يرضخ لأي عملية سلام أو حتى عملية تسوية قادمة، أما بالشكل الذي يجري الآن فهو يقدم الجنوب كعربون حقيقة، عربون للحوثيين. طيب مثل حتى يقدم أوسان يعني أوسان حتى مثل حتى مثل للسلام سلام مشروط. طيب أوسان مثل 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 ماذا الضغوط دولية. التي مثل ماذا الضغوط؟ أعطيني مثال على يعني ما يجب القيام بل الضغط على الميليشيات كي تأتي لعملية السلام، مثل ماذا هي الضغوط هذه؟ مثال واحد لو سمحت. والله في بداية تكوين في بداية تأسيس المجلس القيادة الرئاسي تحدث الزبيدي أنه لدينا 7 أشهر، وكان جاد وكان صادق، وكذلك المحرمي وكذلك القيادات الصادقة التي هي تريد أن تضغط، لأن الحوثي لا يعرف إلا الضغط العسكري حتى يتنازل، كذلك سحب الهيئات والمؤسسات المهمة، مؤسسة الطيران، مؤسسة الملاحة، مؤسسة الاتصالات، مؤسسات دائرة العملة الاقتصادية، كثير من العمليات الاقتصادية سحبها من يد الحوثي التي استخدمها، وتضييق الخناق عليه بكل الموارد التي يقدمها، كثير من الأدوات بيد مجلس القيادة الرئاسي، ولكن ما يجري هو من قبل مجلس القيادة الرئاسي أو من قبل حقيقة احنا نأسف لهذا الشيء من قبل بعض دول التحالف، أنها الآن تدفع بعملية تأزيم الأمور في الجنوب، يعني حتى يتخلل المجلس الانتقالي الجنوبي عن موقفه وكذلك القيادات الجنوبية في مجلس القيادة الرئاسي، و يتم التسليم للحوثي في إطار صفقة يتم الإعداد لها على المستوى الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الصراع على الطاقة مع الصين ومع روسيا، وكذلك الصفقة هذه يراد تمريرها على الجنوبيين، وهذه كارثة إذا مرت. يعني احنا نرى كثير من الأزمات وإعادة تأزيم الجنوب وإعادة عسكرة الجنوب بجلب قوات عسكرية ممكن أن تتصادم غدا أو بعد غدا مع القوات الجنوبية ونصل في أزمة، بدلا من تذهب القوات العسكرية لمحاربة الحوثي، وأيضا يعني زادة الخناق على الحوثي اقتصاديا وفي كافة الجوانب. فلذلك أنا لا نرى أي بوادر حقيقية لمحاربة الحوثي، ونرى أنه المجتمع الدولي يرعى شرعنة الحوثي وسيطرة على اليمن بشكل كامل، يعني الذي لم يستطيع نزعه الحوثي بالسلاح سيتم تسليم للحوثي بالسلم أو بالمعادلة بالتسويل. أشكرك. نعم أوسان بن سدة المحلل السياسي كنت معنا من المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك. وقعت وزارة التربية والتعليم في عدن مع منظمة ديفريتسي مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويشمل المشروع أعمال توسعة 10 مدارس من خلال إنشاء 28 فصلا دراسيا وتزويدها بالمقاعد الدراسية واللوحات الدراسية وإعادة تأهيل 10 مدارس بشكل كامل ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة وتقديم أنشطة الدعم النفسي. أحيي من هذا المنبر جهود مركز الملك سلمان للإغاثة على ما يبذلونه من جهود، وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يبذلون ويقدمون
في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا وبيئتنا التعليمية. قطاع التربية والتعليم اليوم يحتاج حشد الطاقات والجهود، وأن نتعاون جميعا وأن نتكاتف لنرتقي بها. وبذلنا جهود في الفترات الماضية لإحداث استقرار في العملية التعليمية والتربوية. مشروع الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة في 4 محافظات: لهج، تعز، أبين، الضالع، والذي يستفيد منه أكثر من 17,000 طالب وطالبة وكذلك كادر تعليمي. نجح الفريق الجراحي المختص بفصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله في العملية التي استغرقت 8 ساعات ونصف ونفذت على 6 مراحل، وشارك فيها 35 من الاستشاريين والاختصاصيين في المجالات الطبية المختلفة. سلمان وعبد الله هم بطلا حكاية هذا اليوم، فالتصاقهما النادر والمشترك بالأعضاء الحيوية والتناسلية لم يكن بالسهل فصله، ولكن توجيهات المملكة بقيادتها الرشيدة رسمت خريطة جديدة لهذه المعاناة ووضعت للأمل عنوانا جديدا لحياة هذا التوأم. تم عملية تخدير التوأم عبد الله في البداية ثم بأخيه سلمان، وتم تركيب القصاطة الشريانية والوريدية حسب الخط المعد وإعطاء إبرة الظهر تخفيف الألم عقب العملية. وأكد بدوره رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية دكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية بأن التوأم سلمان وعبد الله كانت حالتهما بعد الولادة حرجة بسبب وجود اتصال بين الشريان الأورطي ورئوي، مما استدعى إجراء عملية طارئة آنذاك لقفل الاتصال. بالنسبة للتوأم عبد الله، طبعا كانت التشوهات شوية أكثر صعوبة من سلمان. المثانة كانت عبارة عن مثانتين ملتصقتان، أو المثانة كانت منشطرة كاملة، وكان كل حالب من الكلى يصب في النص. وبدوره قدم رئيس الفريق الطبي الشكر الجزيل لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات الطبية المتلاحقة تجسد الشعور الإنساني النبيل القيادة الحكيمة وحرصها على دعم العمل الخيري في العالم، وتأتي انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة ورفع جودته وكفاءته. العلامات الحيوية للتوأم عبد الله وسلمان ولله الحمد مستقرة. تم التعامل مع الاشتراك الأمعاء واشتراك الجهاز البولي، وكذلك التعامل مع فتحة أو انفتاق المثانة التي لديهم. الآن الزملاء يكملون عملية الترميم، ثم بعد ذلك يتم إغلاق الجروح ونقل عبد الله وسلمان إلى العناية المركزة كطفلين منفصلين عن بعضهما لأول مرة. وقدم والدا التوأم شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهدها الأمين على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما، مشيدين بما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير، مقدرين حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتهم في المملكة. نظم ملتقى سيدات أعمال حضرموت في المكلا البازار الأول لمنتجات النساء المبدعات في عدد من المجالات والحرف اليدوية والتجارية. في أي مناسبة حضرمية يحتل الشاي البخاري الحضرمي ركنا أساسيا فيها. عند مدخل هذه القاعة تجلس السيدة أم عبد الله في ركن خاص لبيع الشاي البخاري بمختلف أنواعه. عندي شاهي حمري وعندي شاهي أحمر وأخبر كاكاو ملبن، جميع الشاهي عندي متوفر كله بخاري. عندي الشاهي ما شاء الله واجدين عندي زباين ما شاء الله، وشاي بخاري ذا مرغوب في كل مكان، يحبون الشاهي. انتقلنا بعدسة الكاميرا داخل هذا المكان، إنه البازار الأول لمنتجات النساء المبدعات بمدينة المكلا. هذا البازار نظمه ملتقى سيدات أعمال حضرموت برعاية المحافظ مبخوت بن ماضي. الملتقى يضم أكثر من 350 سيدة الساحل والوادي. طبعا هذا أول ملتقى، أول بازار في الساحل، بيكون إن شاء الله مثله في الوادي بمشاركة الساحل والوادي مع بعض. أيضا محتفلكم في عدة مدريات برضو،
هذا الملتقى هو يضم 24 سيدة أعمال، 24 سيدة أعمال كمرحلة أولى. المرحلة الثانية بيضم أكثر من العدد هذا إن شاء الله. أهمية البازار إنه يعني البازار يكون يعني مردوده للمرأة نفسها، إنه تسوق عن مشروعها عبر الناس إنه يجون يعني وتروج لبضاعتها نفس الشيء، ونفس الشيء التشبيك مع الأخوات الأخريات. جيت هنا وشفت العدة وشفت الملابس وشفت الأكسوارات وشفت الأطعمة وشفت الهدايا وشفت البخور، صراحة كل شيء حلو، وما توقع إنه كل واحدة بتضوي دارهم خسرانة، أكيد كل واحدة بتجيب فائدتها وكل شيء كذا. يهدف هذا البازار إلى تشجيع المرأة على إقامة المشاريع الخاصة وكيفية الترويج والتسويق لها وتعزيز دورها في المجتمع وفي ريادة الأعمال. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. نشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. البعثة الأممية أرمها تقدم واجب العزاء لعائلة ضابط الارتباط محمد الصليحي. وجه محافظ عدن أحمد لملس بالترتيب الجيد لإقامة أنشطة رمضانية للشباب في المحافظة على مستوى المديريات والأحياء السكنية. وناقش لملس خلال لقائه وكيل وزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي ومدير مكتب الشباب والرياضة وجدان الشاذلي فكرة إقامة ملاعب لكرة الطائرة في عموم مديريات عدن بواقع 10 ملاعب في كل مديرية خلال الفترة القليلة القادمة لاستيعاب الإقبال المتزايد على ممارسة اللعبة بين أوساط الشباب. نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بعنوان بناء القدرات ورفع مستوى الوعي لوحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة عدن. على مدى يومين متتاليين نظم في العاصمة عدن ورشة عمل بعنوان بناء القدرات ورفع مستوى الوعي لوحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات الرقابية والإشرافية. حاولنا إقامة هذه الورشة لتفعيل دور الجهات الرقابية والإشرافية، أي لبناء قدراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت هذه الورشة أول ورشة للجهات الرقابية والإشرافية، سبق وأن قمنا كثيرا من الورش منها للبنوك وشركات الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية، إلا نحن اليوم بهذا الصدد نستهدف أهم جهة حكومية وهي جهات الرقابة والإشراف. الورشة التي جاءت بمشاركة عدد من جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية تناولت الجهود المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور مسؤول الامتثال لدى الجهات الرقابية والإشرافية. أن هذه الورشة أقيمت لبناء القدرات وتعزيز الإمكانيات لدى الموظفين الامتثال في المنافذ ورفع مستوى الأداء عندهم لمعرفة مكامن المخاطر لغسل الأموال وكيفية يعني الحد من هذه الظواهر المتكررة. يأتي الهدف من هذه الورشة وضع إطار عمل مؤسسي للإشراف والمراقبة وجمع المعلومات حول الجرائم المالية لضمان الوعي العام بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فاتن اسكندر، لقناة الغد المشرق، عدن. قدمت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أرمها واجب العزاء لعائلة الشهيد العقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط الذي استشهد على إثر استهداف الميليشيات الحوثية له في مارس 2020. وجاءت مبادرة العزاء المتأخرة من البعثة الأممية لعائلة ضابط الارتباط الذي كان شريكا للبعثة الأممية في توطيد التهدئة بعد إصرار قيادة القوات المشتركة على أن تظهر البعثة الأممية موقفا صريحا وواضحا إزاء هذه الجريمة قبل البحث عن أي قنوات لتفعيل التواصل معها.
ناقش وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في الخوخة مع نائب رئيس بعثة أرمها لدعم اتفاق الحديدة بيفيان فاندي بيري، ناقش نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها خلال الفترة السابقة. وخلال اللقاء تطرق القديمي إلى الخروقات المتكررة للميليشيات الحوثية في المحافظة، فيما قالت المسؤولة الأممية إن البعثة ستعمل على معالجة الأخطاء، مؤكدة أنه سيتم رفع تقرير بالجرائم التي طالت المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي. نشر هذا تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدين انتهاكات الميليشيات الحوثية وتؤكد دعم مساعي أحلال السلام في اليمن. بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله. المكلة تشهد تدشين البازار الأول لملتقى سيدات أعمال حضرموت. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابعوا منصتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.